صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفونا فيه. معاكم ندى في قناة ندى ارت ستوديو. حبيت اعمل القناة هنا عشان اشارككم شغلي واقول لكم على تجاربي والحاجات اللي اتعلمتها من وقت وننفذ موديلات سوا، محافظ وشنط ومنيوهات وطابلوهات وحاجات مختلفة كتير هنبتدي نتعلمهم مع بعض واحدة واحدة، ويا رب تستفيدوا وتنبسطوا. يلا بقى ومن غير ما اطول عليكم يلا بينا نبتدي الفيديو. النهاردة هنتعلم الحفر والدق على قلاب الشنطة. هو فيديو مفهوش شرح كتير، كل اللي فيه انك تتفرج وتستمتع، وفي تركية في اخر الفيديو مفيدة جدا. يلا بينا على الفيديو، ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب، وقولوا لنا تحت في الكومنتات هل استفدتم من التركية ولا كنتم عارفينها قبل كده. هنقول تريك بسيطة قوي كده. دلوقتي احنا لما قصينا الجلدة دي كانت عادية وكانت متساوية، كان ده قد ده تمام. بس لما بنيجي بقى نعمل شغل كتير، لو شغل بسيط مش بتبقى الموضوع متلاحظ او ميبقاش فيه فرق كبير، لكن لما يبقى شغل كتير زي ده من ايه تزيد يعني بتاع كلها مشغولة، فبصوا فتحسوا ان الجلدة من هنا رفيعة ومن هنا ايه كبيرة، لان الجلد بيمط كده مع الشغل. اوكي، فالتركية دي محدش بيعلمها لك، يعني انا اكتسبتها بالخبرة، يعني حتى لو رحت كورسز وكده محدش هيقولك عليها ومحدش هيعلمها لك تمام. فاحنا ايه نظبط كده. اوكي، ومتحرفة من كل الجوانب، حتى بصوا الباترون بقى اطول من العادي. اوكي، هنظبطها اهو كده.
كده ظبطنا السوستة على السوستة. بصوا في هنا فرق وفي هنا ايه فرق. تمام، هنرسم خط كده، هنرسم خط كده ماشي. الناس اللي ايديها مظبوطه ممكن تقوم جايبه بالمسطره كده وعامله كده وتلاقي ايه ان ده اللي طالع بره فتقوم قصاه، لكن القلقان وعايزها تطلع مظبوطه بالظبط يرسم الخط كده عشان تبقى ايه، يبقى ضامن ان الدنيا تمام. اوكي تمام. يعني مش محتاجه قوي ده، انا هسويها كده بس كده. بصوا الاثنين بقوا قد بعض، دي تريكس بسيطه كده للنهارده. بكده يكون فيديو النهارده خلص. اكتبوا لي تحت تحبوا تشوفوا فيديوهات ايه تاني، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.